وللحديث عن العلاقات المصرية العربية والعربية الصينية ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. بعد التحية أستاذ جمال، قمة عربية صينية هي الأولى من نوعها، حدث تاريخي بكل المقاييس يعكس ثقل وحضور المنطقة العربية في النظام الدولي. كيف تقرأ انطلاق هذه القمة، الأهداف والرسائل برأيك؟ كل التحية والتقدير لحضرتك والسادة المشاهدين. خلينا نقول انه العلاقات المصرية الصينية بدأت يعني 53، والعلاقات الدبلوماسية توثقت عام 56. علاقات الصينية السعودية في بداية التسعينيات 1990. هذه رسائل يسجلها التاريخ. مصر أول دولة تعترف بالصين كدولة، وحتى هذه اللحظة تحرص على التأكيد على أن الصين دولة واحدة، جمهورية الصين الشعبية. هناك ثوابت تنطلق منها العلاقات المصرية والعربية مع الصين عبر التاريخ وفي مراحل مختلفة، لكن هذا التوقيت له دلالاته وله رسائله. نحن أمام عالم وخرائط تتغير بقوة، هناك قوة تتنافس على الوجود داخل خرائط العالم، كل يسعى لتحقيق مصالحه. الصين يهمها توثيق علاقتها بدولة بحجم مصر، عدد سكانها يزيد عن 120 مليون نسمة، وهذا الجانب يعني يدخل في المصالح الاقتصادية مباشرة ورسائلها في الاستثمار والتصدير وخلافه، وأيضا فيما يتعلق بالجانب السياسي، وهي تعلم جيدا الدور المصري. صحيح. الذي حرص على تأكيده الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مهمة قيادة الدولة المصرية عام 2014، وهي تعمل والصين برأيك ما هي أبرز القضايا والموضوعات على أجندة هذه القمة العربية الصينية، وكيف يمكن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين، الطرف العربي والطرف الصيني؟ أشكرك أستاذ جمال، يبدو أنك لا تسمعني بوضوح الآن. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.